نحن عملنا شغلنا الأعمال اليدوية، هدف المشروع هون تشغيل أكبر عدد ممكن من العاملات وتعليمهم مهني حتى يقدروا يعتمدوا على نفسهم. مشاركة بأعمال يدوية عبارة عن أسلاك نحاس وتتزين بالكريستال، عقيق، خرز، شاموع. بشتغل أشغال هاند ميد، تطريز شموع، صابون، نحاسيات، جبصين، أي شيء، يعني سفنيرات ولا تخرجات والقصص هاي والهدايا. بعمل ريزين وإيبوكسي، بعمل صواني أو لوحات أو صورة أو صور شخصية. سلمى أتاسي، بدرس اقتصاد، بشتغل بصناعات يدوية تطريز مثل على المخمل، مخدات، برزيز، وبشتغل مفارش طاولات ميلان.